وينضم إلينا مشاهدي الكرام من بغداد النائب المرشح لرئاسة مجلس النواب والأمين العام لحزب بيارق الخير السيد محمد الخالدي. سيادة النائب، مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم. وبداية هنا، هل لا تزال متمسكا بترشيحك لرئاسة مجلس النواب؟ تحياتي لك ولقناة الحرة الكريمة. الحقيقة أنا مرشح ومتمسك بالترشيح، ويوم السبت غدا سأرشح نفسي إن شاء الله، وسأدخل المنافسة الشريفة على هذا المجلس من خلال صندوق الانتخاب الذي سيشترك به 329 نائب. طيب سيد النائب، من هنا يدعمك في هذا الترشيح؟ يعني تعرفين الآن القسم السني من العملية السياسية الآن هم مقسمين إلى 9 أقسام، 9 مرشحين لحد الآن. التسعة لديهم جمهور، كل واحد له جمهور، وجمهور الآن الغربية أو السنة هم 74 نائب. هؤلاء منقسمين، أنا لدي العدد الكافي أن أنافس الباقين. طبعا الآن اللي يحسم الأمر هو الفضاء الوطني المتمثل بالتحالفات الثلاثة. كم هو عددهم سيد الخالدي؟ كم هو عددهم؟ عدد من؟ من يدعمون حضرتك؟ نعم، لدي عدد كافي، يعني عدد ممكن أن يعني أنافس به يعني خلال غدا، يعني أنافس به الآخرين، المنافسين الآخرين. نعم. يعني كل واحد عنده مجموعة، وأنا ما أريد أذكر يعني العدد بالضبط. واضح. لأن يعني هذا الأمر يتعلق ب يعني بترشيحي طبعا. واضح. وأنا الحقيقة يعني خلال الجولات السابقة التقيت بكل الكتل السياسية من الأطراف المشاركة سواء الشيعية أو الكردية، وأنا لدي مقبولية باعتبار لدي خبرة في هذا المجال، عملت مقرر للمجلس النواب، وليست علي ملفات أي ملف فساد، وأيضا لدي علاقات واسعة مع الكتل السياسية الأخرى خلال الفترات السابقة، أيضا اشتغلت في موضوع المصالحة الوطنية بدرجة وزير خلال الفترة السابقة، وأيضا يعني كان لدي فعاليات كبيرة وكثيرة استطعت من خلال النجاح. وأيضا الآن أنا لدي برنامج لإصلاح العملية السياسية، وإصلاح العملية السياسية يجب أن تبدأ بالسلطة التشريعية التي هي أعلى سلطة، ونظامنا نظام البرلماني هو النظام الذي يحكم، وبالتالي فإن هذا المكان يحتاج إلى شخص لديه إلمام وليست عليه فساد، وأيضا لديه مقبولية من الكل. سيد الخالدي، حضرتك تنتمي إلى حزب بيارق الخير الذي ينتمي إليه هنا السيد خالد العبيدي أيضا، وكلاكما هنا تتنافسان على منصب رئاسة مجلس النواب، كيف ستتم المنافسة هنا؟ يعني أنا مرشح على كتلة بيارق الخير، ودكتور خالد العبيدي مرشح على كتلة النصر لأنه هو رئيس قائمة النصر في نينوى، وبالتالي فإن المنافسة يعني في الجولة الأولى ستنحصر بين 9، ثم بعد ذلك يعني أعلى فائزين سيتنافسون حتى يحصلون على 165 صوت الذي هو نصف زائد واحد من مجموع أعضاء مجلس النواب. وأعتقد أن المنافسة هذه طبيعية بين أي واحد، أي شخص الآن يقدم ما راح يأثر على آخر، لأن بالحصيلة النهائية هو الجولة الثانية اللي يحسم اللي هو يبقى بين 2، بين نائبين. طيب. للفوز بأحد المناطق. هل تتوقع هنا اكتمال النصاب لجلسة يوم غد، أم أن الخلافات السياسية ستقف في طريقها؟ يعني أنا معلوماتي، يعني هذه معلومات أخذتها من الجهات نفسها، أن الكرد والتحالف الوطني، أجزاء التحالف الوطني لم يتفقوا لحد الآن فيما بينهم على المناصب اللي هم عندهم. تعرفين بالعراق لازم يكون اتفاق بسلة واحدة كلها، ولكن لحد الآن ما صار اتفاق. أيضا بالنسبة للجانب السني هناك مفاوضات لتقليص العدد، هذه المفاوضات لم تصل إلى نتيجة، وبالتالي بأن الجهة السنية هي منقسمة وليست لديها أي تأثير على الجهات الأخرى، بل يعني هي تعتمد على مواقف الكرد ومواقف الشيعة في تحديد رئيس مجلس النواب العراقي، بالإضافة إلى كل مرشح ما لديه من تأييد من السنة. طيب إذا تم النصاب هنا سيد الخالدي،
كيف ستتم عملية اختيار رئيس لمجلس النواب هنا؟ وهل انسحب عدد من المرشحين لهذا المنصب حتى الآن؟ أنا معلوماتي أنه جهة البناء الموجودين، السنة الموجودة في جهة البناء، يعني انسحب، يمكن انسحبوا مرشحين، ولكن غير متأكد من هذا الأمر حسب بيان يعني صدر، ولكن غير متأكد، لأن أنا للعصر سمعت أن لا أحد انسحب إلا أبو مازن قرأ البيان، أنا شفته، أحمد الجبوري اللي هو كان مرشح، هذا الرجل يعني قرأ البيان، أما الآخر اللي هو في البناء رشيد العزاوي لم ينسحب، وفي القراء في الإعمار والإصلاح هناك 6 مرشحين لم ينسحب لحد الآن أي واحد منهم، وهم الآن يتنافسون فيما بينهم، وهناك حوارات الآن. نعم. الحزبان سيد الخالدي الكرديان الرئيسيان هنا الديمقراطي والاتحاد أعلنا أنهما لن يحضرا الجلسة يوم غد، هل حسب معلوماتك باقي الأحزاب الكردية لن تحضر أيضا؟ يعني الأحزاب الكردية هي أنا معلوماتي أنها تريد أن تؤجل كل ما موجود من تشكيل حكومة إلى بعد الانتخابات، حتى يعلمون، حتى يعني يعرفون، كل واحد يعرف حجمه من يأتي إلى بغداد ككتلة سياسية، لذلك يعني أنا ما أتصور راح يحضرون. وأيضا بالنسبة للحسم، لا يحسم أي جهة يعني موضوع الترشيح إلا بوجود الكرد، لأن الطرفين منقسمين، البناء والإصلاح تقريبا متوازنين أو قسم منه شوية أكثر من الثاني، هذا يعني معناته أي واحد من أي جهة لا يستطيع الحصول على 165 صوت اللي هو نصف زائد واحد اللي هو يؤهله أن يصير أو يصبح رئيسا للبرلمان. نعم. ولذلك أنا ما أتصور يعني احتمال غدا إذا ما أجوا الكرد ما نستطيع. نعم. كنت معنا من بغداد الأمين العام لحزب بيارق الخير والمرشح لرئاسة مجلس النواب السيد محمد الخالدي، شكرا جزيلا لحضرتك.